عقبة جديدة لاختبار تماسك تحالف إدارة الدولة، قانون العفو العام الذي تطالب به القوى السنية معدلا لكونه إحدى نقاط ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة، يثير الجدل وينذر بأزمة سياسية إذا ما جرى تسويفه وفق قادة في تحالف السيادة. قوى فاعلة في الإطار التنسيقي ترفض تعديل القانون ليشمل العفو مرتكبي جرائم الإرهاب والموصوفين وفقا له بالمحرض والممول والمنفذ والممكن. قانون مدرج ضمن المنهاج الحكومي اللي صودق عليه من قبل مجلس النواب العراقي، بالتالي خطوة تشريعه هي خطوة لابد منها. هذا أولا. الكلام في تفاصيل هذا القانون، في وصف الإرهاب، داعمي الإرهاب أو الإرهابيين بحد ذاتهم، أعتقد راح يكون هناك كلام كثير في موضوع في مفردات هذا القانون. قوى السيادة تعتبر أن القانون واحد من أهم وعودها لجماهيرها، وتفترض أنه يشكل إضافة لخطابها الانتخابي في المجالس المحلية. تقزيم هذا القرار لأغراض سياسية، اليوم القوى السياسية تريد أن تفي بوعدها لجمهورها أنها طرحت هذا المشروع، مشروع قانون العفو العام على تحالف إدارة الدولة، وبالتالي تحالف إدارة الدولة أو الإطار التنسيقي أوعد هذه القوى بأنه سيعمل على تحقيق هذا القانون، ولكن اليوم نلاحظ هناك عملية برود. لجنة الشهداء النيابية التي استغربت طرحه في مجلس الوزراء حذرت من إقرار القانون متعهدة بالعمل ضد تمريره، في وقت طالبت فيه بإبعاد هذه القضايا عن التوافقات أو الاتفاقات السياسية. الجدل الذي يثيره قانون العفو العام يشير إلى صعوبة تمريره بحسب المراقبين، وينذر بأزمة سياسية جديدة في حال عدم حسم القانون بالاتفاق السياسي وتعديل بعض بنوده قبل عرضه للتصويت في البرلمان. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين.